وفي لقاءات خاصة مع التلفزيون المصري عقب الجلسة البرلمانية، أكد نواب في المجلس أهمية قانون التأمين الموحد لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح النواب أن تطبيق التنمية المستدامة لا يتحقق إلا من خلال قانون تأمين موحد. القانون في غاية الأهمية، في مزايا عديدة جدا في القانون. العالم كله أصبح بيشتغل بقانون تأمين أو مزايا تأمينية قانون موحد. إحنا عندنا عدة قوانين للأسف في مجال التأمين، وللأسف في يعني مشاكل عديدة جدا. احنا النهاردة عشان بنطبق التنمية المستدامة محتاجين يبقى في قانون موحد، وده اللي المجلس بيناقشه النهاردة. القانون الحالي أصبح بعد القانون الموحد جمع كل القوانين التي تخص التأمين في كمان المواد اللي في قانون المدني والمواد الخاصة في قانون المرور الخاصة بالتعويضات والتأمين والتأمين الإجباري وكده. في قانون انت بتأمن ان بتيجي ترخص عربية في حاجة اسمها التأمين الإجباري، ده دخل كل ده هيتم تجميعه ويصبح في قانون موحد للتأمين. مميزاته لا تعد ولا تحصى. على سبيل المثال عندنا المخاطر من في حالات الوفاة، حماية المواطن في حالات الوفاة أو العجز الكلي، نسبة التأمين تم زيادتها إلى أكثر من الضعف، وأيضا في حالة الكوارث الطبيعية زي الزلازل والفيضانات والتسونامي أيضا تم استحداث مواد كثيرة بالنسبة لي زي المسؤولية المهنية، التأمين الأطباء والمحاسبين والمحامين.